محمد الكاشف، المهندس المشرف من شركة المية. دي محطة الدهار. المحطة عبارة عن خزان 10,000 متر وعنبر طلمبات ومبنى إداري وعنبر كلور ومبنى توليد والمحطة دي طبعا تعتبر مشروع قومي علشان تحل أزمة المناوبة في الغردقة. وطبعا احنا بنحاول نشتغل بكل الوسائل السلامة والكمامات ونحاول نخلي مفيش أمان، يعني عدد عمال كبير في مكان واحد إلا للضرورة لو في حاجة هتعطل الشغل. المشروع مدته سنة، عبارة عن خزان 10,000، وفي طبعا خزان مستقبلي وفي مساحة مستقبلية بعد كده، وفي خط برا بيغذي المحطة بالمية اللي جاية من الكريمات أو المية اللي جاية من محطة 59. وفي الكمامات، بتلبس الكمامات والفسفوري والأشرطة التحذير علشان طبعا نحاول وسائل السلامة في كل الموقع. أنا اسمي يوسف أحمد عبد الحليم، شغال في محطة المية للدحار، بلبس الكمامة وبلبس اللبس الفسفوري لحفظا لسلامتي وللوقاية من كورونا.